عشان نقوم بإنتاج الهيدروجين الأخضر بنحتاج إن احنا نتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لأنه الهيدروجين الأخضر ينتج من طاقة الرياح، ينتج من الطاقة الشمسية. دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم عن ما قدمته مصر خلال الفترة الماضية، وتحديدا في إنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية. مجهود كبير مصر عملته خلال الفترة اللي فاتت في هذا الملف تحديدا، واحنا دايما بنتكلم مع حضراتكم عن محطة بنبان للطاقة الشمسية، من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم. مش بس كده، احنا بقى عندنا محطات تانية كتير. عايزين نتكلم عن كل هذا المشروع بالتفصيل طبعا مع دكتورة هند فاروح، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية. دكتورة هند، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، منورانا يا فندم. صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك، وأنا سعيدة معاك نكون معاك. سريعا نلقي نظرة كده بشكل عام عن المشروعات اللي تم تنفيذها في مصر طبعا بالنسبة للطاقة الشمسية. طيب خلينا نقول ان مصر قطعت اشواط كبيرة جدا وعملت طفرة في انتاج الطاقة من الطاقة الشمسية تحديدا. احنا عندنا زي ما حضرتك اشارت محطات من بنبان اللي هي رابع اكبر محطة على مستوى العالم، 1465 ميجا، وعندنا عدد من المحطات دلوقتي جاري تنفيذها في كومومبو وفي عدد تاني من المناطق، وكلها محطات كبيرة. ولكن احنا قطعنا كمان شوط كبير جدا في المحطات الصغيرة، المحطات الصغيرة اللي هي أقل من نص ميجا. وإيه أهمية المحطات الصغيرة؟ المحطات الصغيرة أهميتها إنها نقدر أي حد فينا يبقى عنده محطة طاقة شمسية، فندق، مصنع، بيت، مول تجاري، مش مدرسة. محتاجين نعمل محطة كبيرة مثلا فنضطر نبتدي نوصل بالزبط للبيوت والمصانع والشركات يعني في نفس المكان. وده من خلال مشروع نظم الخلايا الشمسية اللي بينفذه مركز تحديث صناعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل من مرفق البيئة العالمية. ده عظيم. طيب نيجي بقى لشرم الشيخ والتجهيزات والاستعدادات لشرم الشيخ. طيب شرم الشيخ كان ليها زي ما بنقول نصيب الأسد في محطات الطاقة الشمسية، ومشروع نظم الخلايا الشمسية بشكل عام نفذ على مستوى الجمهورية 142 محطة طاقة شمسية في 16 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي قدرات 14.5 ميجا. 14.5 ده في المحطات الصغيرة ده رقم كبير، لأن احنا بنتكلم من 5 كيلو لحد 500 كيلو. نيجي في شرم لوحدها غير ال 14.5، احنا داخلين على تنفيذ محطات عدت ال 5 ميجا، منهم لأول مرة في الكاب نلاقي إن مركز المؤتمرات، يعني إحنا مركز المؤتمرات اللي إحنا فيه دلوقتي في محطة 935 كيلو، يعني تقريبا بنتكلم على ميجا، متوزعة ما بين كارشيد بحيث إن هو تحت مظلة سيارات، متوزعة ما بين فوق الأسطح. ويمكن كلنا وإحنا نازلين بالطيارة في شرم كلنا شفنا محطات الطاقة الشمسية من فوق. عندنا كمان في مطار شرم الشيخ في مطار القاهرة الدولي، بحيث اللي مسافر من القاهرة لشرم يقدر يشوف هناك محطة الطاقة الشمسية ويقدر يشوف هنا. ويمكن واحنا داخلين في المطار او داخلين في مركز المؤتمرات هتلاقي فاسيليتي بانر او لوحة كده متعلقة مكتوب هذه المنشأة تعمل بالطاقة الشمسية او باورد باي سولر. الشواحن، كنا دايما بنفكر لو انا عندي لابتوب، عندي موبايل وانا في المؤتمر او انا في المطار اشحنه ازاي؟ زي ما كنا بنشوف بره، حضرتك هتلاقي عدد من الشواحن اصبحت موجوده ودي برضو بتشتغل بالطاقه الشمسيه. زائد كل ده عندنا بقى عدد من الفنادق، الحمد لله قدرنا ان احنا، لانه البرايفت سيكتور والقطاع الخاص دوره مهم قوي في نشر فكره الطاقه الشمسيه والفنادق عشان تتحول وتبقى الجرين توريزم والسياحه الخضراء وكل احنا. فنادق كمان خدت النجمه الخضراء. بالظبط بالظبط، فكان جزء كبير منها ان احنا قدرنا ان احنا نركب في عدد من الفنادق بصرف النظر هو 5 نجوم ولا 4 نجوم ولا 3 نجوم. كان في يعني ترانسبيرنسي وكان في كل بتتفتح بحيث ان احنا ندعم هذه المشروعات فنيا، وده مهم قوي. بلس طبعا ان احنا بنعمل مجموعه من التسهيلات في عمليات التمويل. حاجه تانية المدارس، احنا عندنا في مجموعه من المدارس في شرم الشيخ زي المدرسه المصريه اليابانيه وعدد من المدارس، لان المدارس دورها مهم، جامعه الملك سلمان، عندنا مجموعه من المباني كمان هنكمل عليها بعد مؤتمر شرم الشيخ. دورها مهم في ايه بالظبط؟ دورها مهم لان احنا واحنا بنتكلم عن كوب 27 انا مش عايزه محطه بس تخفض لي في الكهرباء عشان اقلل من انبعاثات CO2 ايميشنز او انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، انا عايزه ابني وعي، عايزه ابني فكر. فالطلبه ومن هم صغيرين لما هيشوفوا يعني من هو بقى بيفتح عينيه كده في المدرسه هو شايف في المحطات بتاعه الطاقه الشمسيه. الحاجه اللطيفه انه اوريدي بقى في المناهج موجود الطاقه الشمسيه وبتشتغل ازاي، فهو احنا حتى ابتدينا نقول لهم ان لازم يبقى في كاباسيتي بيلدينج او تريننج، ليرنينج باي دوينج، يعني هو يتعلم عن طريق وهو شايف المحطه وهو صحيح. اللي بيصينها يعني بيعمل لها الصيانه والتنظيف، فده جزء تربوي وتوعوي اكتر من
منه ان هو بس بيخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. عظيم. دكتور هند، طبيعه الجلسات اللي حضرتك شاركت فيها واهميه عرض ما قامت به مصر خلال الفتره اللي فاتت امام هذا الحشد الدولي. هو في الكام يوم اللي فاتوا انا شاركت في مجموعه من الجلسات، كانت منها بتتكلم على الابتكار والانوفيشن وازاي التكنولوجيا تقدر انها تغير من مستقبل العالم، وانا يمكن اتكلمت على جزء ما هو موجود حديثا في تكنولوجيات الطاقه بشكل عام. عندنا جلسه كانت امبارح واحنا في يوم الفاينانس مع البنك الاسلامي للتنميه واليونسكو، كنا بنتكلم على اليات تسهيل عمليات التمويل وانها تبقى اكسس فور اول، انها متاحه لكل حد، ما يبقاش التمويل قاصر على شريحه معينه، وازاي ان احنا نقدر نوصل لنحقق اهداف التنميه المستدامه والعداله في التوزيع. عندنا كمان جلسات مهمه عن الطاقه الشمسيه، عندنا في يوم عن المباني الخضراء واهميتها وازاي ان احنا نقدر نتوسع وايه اللي عملته مصر فيها، ده هيبقى في جناح وزاره الاسكان لاني استاذ في المركز القومي لبحوث الاسكان والبنى طبعا. وعندنا كمان في يوم الحلول حاجات بتتكلم على الشهادات الخضراء وازاي ان احنا نقدر نروج ليها وازاي انها نقدر نتوسع فيها في مصر. انا مبسوط قوي لو حضرتك اتكلمت دلوقتي قلت ان احنا عندنا حلول وابتكارات، فدي حاجه كويسه وان يكون خارجه من شباب مصري. ده اللي انا كنت بقوله امبارح، يعني واحنا في الجلسه بتاعه واحنا بنتكلم على الابتكارات وعن الحلول، كنت يعني ودي كانت في اليو ان دي بي بافيليون اللي هو جناح البرنامج الامم المتحده الانمائي، يعني اصريت ان انا اكد على انه ما ينفعش ان احنا ناخد قص ولزق، بكل دوله عندها حلولها وابتكاراتها اللي هي نابعه من الشباب. صحيح. اللي موجودين فيها، واحنا بنشوف ان شباب مصر وانتوا شايفين التنظيم تطبيق وامكانيه تطبيق كمان هذه الحلول على ارض الواقع وامكانيه تطبيقه، انه المجتمع يبقى جزء من التطبيق، طول ما احنا بنطبق واحنا بمعزل عن المجتمع هيبقى في حاله من حالات الريزيستنس او المقاومه. صحيح. لكن لو اصبحوا جزء من التطبيق وده اللي احنا ابتدينا نشوفه، الفكره كمان تكون طالعه من الواقع بالظبط. وهم على فكره المجتمع عارف الحلول اللي تقدر تناسبه وتقدر ان هو يتكيف معاها، فده يعني وده اساس التنميه المستدامه. احنا دايما بنتكلم على التنميه بنتكلم على بيئه بنتكلم على مجتمع بنتكلم على اقتصاد، بدون الثلاثه مش والثلاثه يبقوا مندمجين مع بعض. صحيح. مش هنقدر نطبق. طبعا احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم، شرفتينا ونورتينا. دكتوره هند فاروق مدير مشروع نظم الخلايا الشمسيه، الف شكر ليك. ميرسي لحضرتك. ميرسي. شكرا.